سيادنا هذا الميساج لدوك الناس اللي كيقول لك لي زابليكاسيون حنا ما كنربحوش منه. كتلاحظوا معايا ها انت عندي تقريبا 1,070,000 ريال كيف كتلاحظوا هذه كامله دوك الناس. ودابا تخيل معايا استاذ واش هو غيربح 1,070,000 ريال تقريبا في اسبوع؟ والله ما يدخلها حق الله ما يدخلها. واخا يكون كيدير رشوه كيبيع الحشيش كيبيع اي حاجه كيبيعها ما يربحش تقريبا 1,070,000 ريال تقريبا في اسبوع. ما سيادنا بدون اطاله في الكلام اليوم سيادنا غنبارطاج معكم واحد لابليكاسيون شبيه بتطبيق ديال سويت كوين ديال خطوات المشي. انتم كتمشيو فهمتيني واحد الخطوات يعني بصفه عامه كما كيقولوا المغاربه كتسلك انت وعشيرتك ولا انت وصاحبك وكذلك كتربح واحد النسبه ديال النقاط للاسم ديالها الام اس. هذيك الام اس ممكن انك تحولها عن طريق اليو اس دي تي عن طريق خاصيات البي تو بي. اما بالنسبه لهاد لابليكاسيون هذه مثلا مشيتي غير من فاس لطنجه على الاقل غتربح واحد 7 يو اس دي تي اللي هي تقريبا واحد 70 درهم سواء في طوبيس سواء في كار سواء سافرتي في التران. المهم كما درتي المهم غتربح ديك 7 يو اس دي تي. صراحه هاد لابليكاسيون كنصح به دوك الناس اللي كيخدموا في التران ولا كيخدموا مثلا في الطياره ولا كيخدموا مثلا المهم كونتور وراك عارف نصحهم بهاد لابليكاسيون. اللي عنده شي والد ديالو خدام في كونتور نصحو يخدم بهاد لابليكاسيون ونصح الوالد ديالك انه يخدم به. يعني غيشعل كونيكسيون ويحط مثلا التليفون ديالو هكاك ولا يديرو طبعا يتشارج طبعا بالباور بانك ويخلي طبعا التليفون خدام نحدو خدام التليفون هو كيجني لك بعض النقاط للاسم ديالها الام اس. باش بلا ما نطول عليكم في لا فيديو بالنسبه للناس اللي عندهم التليفونات او الاجهزه او الانظمه طبعا ديال اندرويد بالنسبه لابليكاسيون غتيليشارجيو اسيادنا من البلاي ستور. غتدخلوا طبعا المتجر او الماركت ديال البلاي ستور وغتيليشارجيو طبعا لابليكاسيون. وبالنسبه للناس اللي عندهم الاجهزه ديال الايفون بنظام الاي او اس غتيليشارجيو اسيادنا من الاب ستور. انفو غتيليشارجي لابليكاسيون غتدخلوا ديك الساعه غتملا واحد لي زانفورماسيون طبعا خاصه بك يعني سواء غتدخل لابليكاسيون عن طريق الرقم ديال التليفون او عن طريق الجيميل. ديك الساعه كدير الباسورد ديال كلمه السر طبعا خاصه بك طريقه سهله سواء كانت ماجوسكول او مينوسكول او فيها بعض الرموز داك الشيء كيبقى اختيار ديالك. المهم لابليكاسيون ما كيطلبش منك كيفاش تكون طبعا الباسورد ديالك داك الشيء كيبقى اختيار ديالك. كتولي وتعاود الباسورد ديالك كيبقى لك حاجه واحده خصكم تبقاو عاقلين عليها اسيادنا وتقيدوها في دماغكم هنايا. بالنسبه ويدراو باسورد بالنسبه ويدراو باسورد يعني كلمه السر مي غتجيو تسحبوا الاموال ديالكم طبعا مع هذا البلاتفورم عفوا بالنسبه لابليكاسيون مي غتجيو تسحبوا الاموال ديالكم خصكم ديروا داك كلمه السر مي غتجيو تسحبوا. مفهومه القضيه؟ ديك الساعه غتلقاو واحد كود ديال الدعوه غنخلي لكم في الديسكريبسيون غتضيفوه. ديك الساعه غتدخلوا لابليكاسيون انفو غتدخلوا طبعا لابليكاسيون غيعطيكم واحد الدائره تما كسيادنا كيحسبوا لكم خطوات المشي يعني شحال ما مشيتي يعني شحال ما ربحتي كذلك ديال الاموال. وكذلك بالنسبه لحاجه انا براسي اللي عجبتني في هاد لابليكاسيون والكذوب الله حرام وما كنقولش ان لابليكاسيون زوينه ولا خايبه صراحه ان تطبيق الويدرو دغيا كيوصلك طبعا الوالد ديالك سواء في 30 مينوت 10 مينوت بحال هكا كيوصلك طبعا الويدرو ديالك الوالد ديالك. وكذلك صراحه غنوريكم اسيادنا اثبات ديال الصحب طبعا بمبلغ 16 يو اس دي تي اللي سحبتها طبعا بهاد لابليكاسيون. المهم سيادنا هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. الا استفدتي واحد المعلومه بسيطه خلي معك واحد لايك وبطبيعه الحال الاشتراك ضروري اخوتي العزازين وتهلاو لي فريوسكم ويلا ندوزو طبعا لهاد لابليكاسيون. سيادنا ها انتم كتشوفوا على عينيكم مبلغ ديال 16 يو اس دي تي اللي استلمتو طبعا من هاد لابليكاسيون وشحال توصلت تقريبا ب 14.4 يو اس دي تي. اما بالنسبه 1.6 كتبقى كذلك هذه اقتطاعات ديال المنصه ديال باينونس اللي كيرسلوا منها كذلك. وبالنسبه طبعا هذه لي زانفورماسيون طبعا خاصه بالدفعه فيها الجيميل ديالو فيها كذلك التاريخ فوقاش توصلت بها. بالنسبه سيادنا لابليكاسيون نخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبسيون او واحد القضيه خذوها مني. بالنسبه للناس اللي عندهم الاندرويد دخلوا البلاي ستور كتبوا ام اس وغتيليشارجيو لابليكاسيون. اما بالنسبه للناس اللي عندهم الايفون بنظام الاي او اس غتدخلوا اسيادنا نفس القضيه الاب ستور وغتبحثوا على ام اس وغتيليشارجيو لابليكاسيون. انفو غتيليشارجيو اسيادنا باش نصوبوا الحساب ديالنا غتكليكوا على ديك الايقونه كيف كتلاحظوا معايا هنا خصكم ضروري اسيادنا تملؤوا واحد لي زانفورماسيون خاصه بكم طريقه سهله غتبعوا معايا لا فيديو غتستافدوا. هنا بالنسبه كديروا الجيميل او نيميرو دو تليفون يعني الرقم ديال التليفون. هنا بالنسبه واحد فيريفي كود كديروا ديك الارقام اللي في اليسار ديك الساعه انفو كنديروهم. كهنا بالنسبه كيطلبوا منا كود او باسورد يعني كنديروا الباسورد ديالنا. بالنسبه انا كونفيرم باسورد يعني كنوليو نديروا الباسورد اللي ديجا درنا. هنا بالنسبه ويدرو باسورد كنديروا واحد كلمه السر مي غنجيو نسحبوا راه ديجا قلتها لكم. ديك الساعه كنديروا كود دعوه وكندخلوا طبعا لابليكاسيون. المهم بصراحه بالنسبه لابليكاسيون غير اللي ما بغاش يخدم فيه راه فيه ارباح كبيره. وبالنسبه تما كسيادنا كيحسبوا لكم خطوات المشي كل ما مشيتوا فهمتيني مسافات كبيره كل ما ربحتوا واحد المبالغ اللي هي كبيره اسيادنا. وبالنسبه تماك عندكم اكونت بالانس بالنسبه اكونت بالانس المبلغ اللي عندكم مثلا
انا عندي 16 USDT. وكذلك بالنسبه هذا الفيديو اللي بغيتوا انكم تفرجوا فيه راك تقدروا انكم تستافدوا. كيشرح لكم طبعا هذا المنصه هنا بالنسبه للابوت عندكم بعض لي زانفورماسيون طبعا خاصه بهذا المنصه بانها منصه تدعم طبعا اللاجئين السوريين وكذا وكذا. وبالنسبه للناس كذلك اللي بغين يربحوا عن طريق الاحالات يحاولوا يقراوا طبعا هذا الابوت ضروري ومهمه بزاف. حاولوا انكم ترجموها للغه العربيه او حاولوا انكم تقراوها. واحد القضيه بالنسبه واحد الورقه ديال البي دي اف غنخليها لكم اسيادنا في الديسكريبسيون حاولوا انكم تقراوها راها مهمه بزاف بان هاد لابليكاسيون صالح للياقه البدنيه. دوك الناس فهمتيني اللي كبارين فهمتيني راك عارف كيسبقوا واحد المسافات وكيربحوا واحد الاموال. وكذلك بالنسبه للناس اللي باغين انهم يشراو واحد الباقات ممكن انهم يقراو هادشي كله خصكم تقراوه. صراحه انا ما كنفهمش الانجليزيه باش نقرا لكم هادشي كنت كنفهم راني غنقراها لكم. صراحه ترجمت هادشي وفهمت منه اسيادنا بزاف ديال الحوايج. كذلك بالنسبه هنا عندكم القضيه ديال الاحالات الناس اللي بغينا نربحوا اسيادنا عن طريق الاحالات من ديك الموقع اللي ديجا بارطاجيت معكم كنصحكم اسيادنا تخدموا بنفس الطريقه. الا تبعتوا معايا الطرق اللي كنبارطاجي معكم راه غديروا لاباس. المهم بالنسبه طبعا هذه خاصه بالاحاله هذه خاصه كذلك بالنسبه للناس اللي خاصين طبعا كيفاش يستبدلوا العمله من الام اس الى اليو اس دي سي. وبزاف ديال لي زانفورماسيون خصكم اسيادنا تركزوا عليها وقراوها مزيان على راحتكم. وكذلك واحد القضيه بالنسبه للناس اللي محتاجين لاي مساعده سواء داروا الاذاعه وما وصلهم سواء مثلا سحبوا الاموال ديالهم وما وصلتهمش غتواصلوا اسيادنا مع الفريق ديال الدعم يعني السبور عن طريق التليجرام. المهم خدامين هما تقريبا 24 ساعه على 24 ساعه تقريبا راهم خدامين غتواصلوا معهم. هذا هو الجروب ديالهم طبعا كينشروا فيه بزاف ديال لي زانفورماسيون تقدروا انكم تستافدوا منهم كيفاش انك تربحوا بزاف ديال الحوايج. وكذلك واحد القضيه نتوما ملي غتسبقوا راه غتربحوا واحد العمله اللي سميتها الام اس. غتمشيو اسيادنا الماركت ديك الساعه غتحاولوا انكم تستبدلوها طبعا عن طريق خاصيه البي تو بي تريد. هنا عندكم باي وهنا عندكم سيل. اول حاجه غنمشيو اسيادنا للسيل. هنا بالنسبه اسيادنا كنحددوا المبلغ اللي ربحنا يعني العمله ديال المنصه الاسم ديالها ام اس. حنا مثلا عندنا 20 ديال ام اس غيجينا يلاه واحد 4 يو اس دي سي واحد 40 درهم نصوفيو بها راسنا. المهم ديك الساعه غنكليكو على السيل ام اس وغنكونوا كذلك حصلنا على 4 يو اس دي سي. صراحه هنا بالنسبه كذلك واحد القضيه هنا عندكم ويدراو باسورد كديروا واحد كلمه السر مي غتجيو تسحبوا الاموال ديالكم. وكذلك مي غتجيو ديروا الايداع راه ضروري قلت لكم هاد القضيه خصكم تبقاو عاقلين عليها. المهم ويدراو باسورد هنا بالنسبه كذلك كيقول لك ان هاد البلاتفورم كدعم دوك اللاجئين. بالنسبه للناس اللي حداو الاحتياجات اللي باغيين المساعده كتحاولوا انكم تدخلوا طبعا لهاد المنظمات الخيريه وتدعموهم مثلا بديك عمله الام اس. المهم داكشي كيبقى الاختيار ديالكم. بغيتي تسحب الاموال ديالك ممكن انك تسحبها، بغيتي تبرع بها تبرع بها. كذلك هنا جينا اسيادنا الباقات. هنا عندكم اسيادنا الباقه الاولى الثمن ديالها تقريبا 15 يو اس دي سي. وكذلك النسبه المئويه ديال الارباح كتاخذوا تقريبا كل 24 ساعه 1.9 يو اس دي سي. هنا كذلك نفس القضيه بالنسبه للباقه رقم 2 الثمن ديالها تقريبا 50 يو اس دي سي. وبالنسبه نتوما كتربحوا تقريبا الا شريتوا هذه الباقه كتربحوا تقريبا كل 24 ساعه كتاخذوا 3 يو اس دي سي. هنا بالنسبه للباقه رقم 3 الثمن ديالها 200 يو اس دي سي. وكل 24 ساعه كتاخذوا نفس القضيه 12 يو اس دي سي. هنا بالنسبه للباقه رقم 3 الثمن ديالها 800 يو اس دي سي. وكذلك نتوما كل 24 ساعه راه كتاخذوا ديك 48 يو اس دي سي. هنا الباقه التاليه هي اللي بقات الثمن ديالها 3200 يو اس دي سي. وكل 24 ساعه كتاخذوا تقريبا 192 يو اس دي سي 5. وكذلك اسيادنا بالنسبه هاد الباقات الحاليه اللي ورتكم الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه مربحين بزاف. هنا بالنسبه اسيادنا الا بغيتوا انكم تربحوا عن طريق الاحاله الناس ديال الاحاله عيطوا لنا لمحمد ايس برائم صاحب الاحاله. المهم صراحه كنصحوا يبارطاجي معكم هاد لابليكاسيون الا بغى يربح هو عن طريق الاحاله. داكشي كيبقى الاختيار ديالو بحال التطبيق ديال ماي ديليكاش هو راه كيعتمد غير على الاحالات. هنا بالنسبه اسيادنا عندكم الكود ديال الاحاله ديالكم طبعا غتحاولوا انكم تاخذوه وتبارطاجيوه مع الناس سواء في الفيسبوك سواء الاصدقاء ديالك سواء صاحبتك. ودخل تيليشارجيه وغتضيف داك الكود وانفو هي غتمشى واحد الخطوات انت غتاخذ واحد النسبه ديال الارباح. المهم بالنسبه كذلك الناس اللي باغيين يضيفوا طبعا ديبوز باش يشريو ديك الباقات طريقه سهله. هنا غتختاروا نوعيه الشبكه سواء تي ار سي 20 او الاي ار سي 20 او البي اي بي 20. مثلا انا غنختار بالنسبه روشارج مونطو مثلا 200 يو اس دي تي. ديك الساعه غنمشيو للواليت ديالنا سواء تروس واليت او باير او باينونس اللي كتخدموا بها اسيادنا انتوما.
انا اكثريه كنخدم طبعا بمنصه باينانس هي اللي كنخدم بها دائما وكنستعملها اكثريه. غندخلوا اسيادنا المنصه ديال باينانس، ديجا ننصحكم تصوبوا فيها حساب. غنختاروا العمله اللي غنضيفوا بها الايداع. انا مثلا خسرت عمله اليو اس دي تي، غنختار الشبكه. ديك الساعه هنا غنضيفوا الادريس ديالنا بالنسبه للعنوان، هنا بالنسبه للنيتورك يعني الشبكه غنضيفوا طبعا الشبكه ديالنا طبعا ترون تي ار سي 20 انفو. غنختاروا الشبكه ديالنا اللي غنضيفوا بها الايداع. ديك الساعه غنكليكوا على تاكيد. هنا بالنسبه اسيادنا غنديروا بعدا تاكيد. هنا بالنسبه غيطلبوا منكم المبلغ اللي باغين تضيفوا به كذلك الايداع. انا مثلا خسرت 200 يو اس دي تي وخصكم ضروري اسيادنا ديروا ديك 80 سنت. ديك 80 سنت كتبقى عباره عن اقتطاعات ديال المنصه ديال باينانس باش ما يقطعوها لكمش اسيادنا بديك 200 يو اس دي تي، باش توصل لكم 200 يو اس دي تي هي. المهم ديك الساعه كدير واحد سكرين شوت وكتصيفطوه وكيوصلكم كذلك الايداع ديالكم. وكذلك بالنسبه لبغيتو انكم تسحبوا السحب ضروري، اغلبيه الناس ما غاديش يعرفوا. هنا بالنسبه لبغيتو انكم تغيروا الاسم ديالكم، هنا بالنسبه للباسورد في حال انكم نسيتوا، هنا كذلك ويدراو باسورد الا بغيتو تغيروا مثلا المهم كلمه السر ديال السحب. المهم بالنسبه للويدرو عطوني مديناتكم باش نشرح لكم. هنا بالنسبه كاين العديد من الادريس، هنا سواء بغيتي تسحب عن طريق تي ار سي 20 يعني يو اس دي سي، هنا باير، وكذلك كاين البنك ولا بغيتي انك تسحب عن طريق الماستر كارد. المهم بالنسبه لاسيادنا هنايا الا بغيتو انكم تسحبوا كديروا عمليه ديال الايداع. هنا كتختاروا العمله اللي باغين انكم ديروا بها. هنا بالنسبه طبعا ترون تي ار سي 20. المهم هنا بالنسبه كناخذوا العنوان ديال المحفظه ديالنا انفو، كناخذوا وكندخلوا هنا كنضيفوا له العنوان ديال المحفظه ديالنا هو اللي خدينا طبعا بالمنصه. ديك الساعه اسيادنا كنكليكوا على موديفي. بهذه الطريقة اسيادنا غتكونوا ضفتوا العنوان ديال المحفظة ديالكم. ديك الساعة ممكن انكم تسحبوا، غتكليكوا على ويدراو. طريقة راه سهلة، اي واحد راه يعرف يسحب. المهم هنا كتحددوا المبلغ اللي باغين انكم تسحبوا بالنسبة عندكم يو اس دي تي ولا كاش، داك الشيء كيبقى الاختيار ديالكم. انا غنسحب عن طريق اليو اس دي تي. هنا بالنسبة للمبلغ اللي عندي انا في البالونس يعني كيف كتلاحظوا 16 يو اس دي تي. ديك الساعة كتكليكوا مود باس ديال الويدراو، انفو كتكليكوا، ديك الساعة كتسحبوا المبلغ ديالكم وراه كيوصلكم ديك الساعة، يعني ماشي كتعطل ولا يعني ديك الساعة انفو كتسحبوا راه كيوصلكم طبعا المبلغ ديالكم. كيف كتلاحظوا معايا ها هو المبلغ طبعا تم السحب ديالو. باش ناكد لكم ان المبلغ تم السحب ديالو غنكليكوا على ديك ريكورد. كيف كتلاحظوا معايا المبلغ اللي سحبته وراه هو التاريخ 2022 شهر 10 منه 5 ايام مع الوحدة تقريبا وشي حاجة. المهم غندخلوا الجيميل باش نوريكم الاثبات ديال السحب. هو الاول كيصيفطوه لي، كيف كتلاحظوا وصلني تقريبا مع 11 يعني تقريبا ساعه بحال هكا كوصلني السحب ديالي. كيف كتلاحظوا معايا المبلغ وصلني تقريبا 14 يو اس دي تي فاصله 40 سنت. المهم سيادنا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، كنتمنى تهلاو.